الفوشي كان الراعي الرسمي لسبوع ليلى بنت البلوجر أحمد وليلى محمود، وما بطلوش تصوير، وكان الحضور العائلي هو المسيطر. وأبرز الحضور كانت البلوجر نور محسن وجوزها محمود. لقطات حفل سبوع أحمد وليلى محمود لغاب أصحابهم البلوجرز واللي لبست ساري هندي، كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. لبست نفس الفستان هي وبنتها اللي على اسمها وبيدلعوها ليلو، واختارت الديكور كله فوشيا وهو اللون اللي بيعبر عن جنس المولود وإنها بنوتة، وحتى أصحابها وإخواتها البنات لابسين نفس اللون. كلامنا هنا عن حفل سبوع ليلى بنت أحمد وليلى اللي كملت شهرين، وده طبعا بعد ما هي فاقت من صدمة الولادة وبدأت تتأقلم على روتين بنتها والسهر، فهنا قررت تعمل السبوع، وكان سبوع ولا في الأحلام، لدرجة الناس كلها كانت شايفة إنه فرح السبوع مفيش فكرة ما عملتهاش فيه. حتى عملت دخلة ليها هي وأحمد على مهرجان يلا بينا. ليلى راحت لميك اب ارتست شهير علشان تعمل لها فول ميك اب، وكانت طايرة من الفرح كأنها في فرحها، وكان سيمبل واعتمدت على درجات النود والكشمير، وده أقرب حاجة لدرجة الفستان، ولبست ماتشنج مع بنتها ليلى بنفس الديزاين واللون كمان وهو فوشيا، وعملت فوتو سيشن هي وأحمد وليلو وما بطلوش رقص مع بنتهم، وجابوا فقرات كتير زي العرايس والبيبي شو، وجابوا الباندا والدبة، ده غير هدايا السبوع زي التحف اللي مكتوب عليها اسم بنتهم، وسبحوا ووزعوهم على المعازيم كلهم. ومش بس كده ده في فقرة لبست فيها ساري هندي وهي فقرة المنخل، وغنت أغاني السبوع وحطت استراس على وشها على أغنية السبوع بتاعت عبد المنعم مدبولي اللي مفيش مناسبة زي دي إلا ما تشتغل من كتر ما هي مؤثرة، ولازم طبعا تتعمل لها فقرة إنها تعدي من فوق ليلو 7 مرات وفقا للعادات المصرية في كل سبوع. تفتكروا ليه مفيش بلوجرز بقى حضروا؟ غاب البلوجرز عن حفل سبوع ليلو، وما حضرش غير البلوجر نورة محسن وجوزها، وكانت لابسة فوشيا زيها وعاملة ماتشنج معاهم، وطلعت ليلى وقالت ان هي ونورة خلاص امهات وبيسهروا وبيتعبوا وما بقوش فاضيين وكبروا والعيال كبروهم. بس في ناس كتير بتقول ان سبب غياب البلوجرز من الحفل ان غالبيتهم مسافرين، لان توقيت شهر 7 معروف جو سفر ومصاري، وغالبيتهم بره وجوه مصر، وممكن الباقي عنده ارتباطات شغل. لكن ليلى طبعا مقدره ظروف كل حد وكانت مهتمه بفرحتها وبس، وما بطلتش رقص، وتحس ان الخلفه ما غيرتهاش زي ما هي طفله بتتنطط ورقصت مع الدب، وما بطلتش رقص مع الباندا، وكانت مركزه مع بنتها وجوزها. واحمد قال ان كده عنده بنتين واسمهم ليلى، الكبيره مراته وحبيبته وشريكته، والتانيه بنته وكل حاجه في حياته. واما بقى ديكور السبوع فكان في حته تانيه خالص، كان ميكس بين السبوع واعياد الميلاد، وكان بلالين في كل حته ولونها فوشيا، وعملته في مكان اوبن اير من الصبح لحد بالليل، وانبهر المتابعين بطريقه حبهم لبعض وان الخلفه ما غيرتش فيهم، بالعكس باين في عينين احمد وليلى حبهم وتمسكهم ببعض، والكل كان فرحان بيهم، خاصه وان قرار الخلفه جه بعد ما خلصت امتحانات بفتره وبعد كمان ما اخذت شهادتها، وفعلا الفرحه عندها فرحتين. يا ترى عجبك سبوع ليلو ولا لا؟ وايه رايك في فكره الساري الهندي في السبوع؟ شاركونا في التعليقات.